عندما نرايتيا أنا كسيل هريمة كردستاني أسمهان داود سياسة أمريكية للرجالات فراتي وبشروجة أنجمنا اجتماعية كرد لسوريا للرجالات فراتي دبردوامية هبونة أمريكية للدفري شروفة دكا أسمهان داود دلدوانك طيبات جعار كيراغوت كو تفليهفيك دروشة سوريا بقشتي دنافبرة برجواندين دولة زلهيز وين هريمي دا تينا أنجامدان واو تفليهفي لسر حسابي رجاندنا خوينا ملاتي سوري بقشتي ويران كرنا جيرخانة سوريا تي هروها جبر نزلال بونا بريار نافدالتي ومترسيك درباري بشروجة سوريا تي انجامدان كو دنافو نزلال بونا دا بريار وداخيانين امريكي تين لدارخستن ين كو جاركي قفاكشاندنا خوش سوريا دا داخويا كرن ولأليك دنها بونا خوال الدفري بهزدر دكا تاريخستنا داعش بتمامي لدفري روخينا اسمهان داود بالكشاند لسر روبروبونا هلوستن امريكي وين روسي وقوت كو امريكا لبيشيه هولين روسي درباري هر دو دوزين دوباره افاكرنا سوريا وفقرا پنابران را دوسته وكو بري دمكي امريكا بشيوه اكي اشكره لبيشيه اكي تيا اوروبي را قهند كو او با اوپراسيونا سياسي و دستور و افاكرنا حكومتك سوري نورنا هروها دوزا گرتي و ديلان و راوستاندنا شر وفقرا پنابران و دوباره افاكرنا سوريا لگور جنيفه و بريار نافدولتي و بتايبت ين 22-54 ورن پيك آنين داود هروها قد كو او دبينن او يك داخوزا والاتين سوري بقشتيا واند انجمنا اجتماعية كرد لسوريا دا ريا ناف دولتي و چارا سركرين برياكا ناف دولتي هل بجارتنا اسمهان داود عندما نون رايتي هريما كردستانيا انجمنا اجتماعية كرد لسوريا دا داويا قوتنا خودا قوت كو هبونا امريكي لدفرا رجالاتي چمي فراتي جه رحاتيا جادا كردي و هزينوية سياسية و رولك اويا اريني و لدفري هبا و او هبونا امريكي مترسيه لسر دفري بقشتي و لرجالاتي چمي فراتي بتايبت دور دكا و انجمنا اجتماعية كرد لسوريا جه دسپیکی دا هلوستن خواه نورمال دا اپوزیسیونی و علیکاری نفدولتیش بو چارا سرکرنی دا هلبجارد و او یک بریا جنیفه و بریارین نفدولتی.